ايه والله قال ما عم بتلاقي شغل ونحن قررنا نلاقي لها فرصة شغل. ليان مسكي بسرعة. شو هذا؟ خدي هي حبة مهدئ أعصاب ومرخي عضلي، خذيها أحسن ما يصير لك شيء من الخبرية اللي رح تسمعيها هلا. سوري سوري. What is this أنسة ليان؟ What is this؟ إيش شو هاد؟ مرحبا أنسة ريمان. اكسكيوز مي ما خرج اسلم عليكي مثل العاده لانه نحن هون باوقات الدوام الرسميه. اي كانت انسي ريان فاينلي يا انا يا كواية الشعر ان ذيس سنتر. اي كواية بعد؟ لك هي اللي بتمسك شعر المراه، لك بتسوي لهم هيك وشغلات، لك اللي شلون بدي اوصف لك اياها؟ كواية الشعر كواية كواية كواية؟ اه قصدك الكوافيرة يعني. This is it exactly. مسيو قدري ممكن نأجل هالحديث مرة ثانية؟ It's okay done. يا ربي يا صائر والله احترت وين بدي لاقي للشغل. تهت. طيب عندي اقتراح. تفضل. شو رأيك تشتغل هون؟ نحن طالبين موظفات وأنا بحكي لها مع صاحب الكافيتوريا وبتكون فرصة أكبر. لا أنت كده عم تمزح. بدك ميديا تشتغل هون؟ ميديا ما بتشتغل غير بالفن. هلا اولا انا ما بمزح، بس الشغل اللي بيطلع بايدي امنه هذا هو، يعني مثلا انا كوميك مثلي شو ممكن يساعد؟ شغل على الكاش بالمطبخ، يعني باحسن الاحوال ماكسيموم ممكن ساعد بفرصه شيف، بس ان ارت سوري ما بيطلع بايدي. شيف كمان شيف. خلص صائر شكرا بكل الاحوال. شكرا لك. يلا بالاذن. طيب لحظه انسه سميحه، شو رايك انه انه شو؟ شو رأيك إنه أنت تشتغلي هون؟ أنا السميحة بيشتغل هون؟ إيه أنت السميحة بتشتغلي هون، لا تفكري شغل سيء، بمعظم دول أوروبا البنات بيحلموا بهيك شغل. إيه بس أنا مقرر أشتغل بشهادتي، شهادة الحقوق، بعد 5 سنين دراسة بجامعة دمشق، لأني مرسلة سنة. طيب لبين ما تلاقي شغل بشهادة الحقوق تبعك، شو رأيك تعلي شهادتك حد شهادتي؟ طيب أوكي، فكر بالموضوع. يلا باي. ليكو تعرفيه؟ اه لا انا لا بس يعني مبين من شكله انه مالك وبعدين مبين انه مصري. اه ليش هلا صاروا المصريين بنعرفه من اشكالهم؟ انا بعرف بس الصيني. امشي يلا كنت بتحكي. استاذ كريم. اها مرحبا. مرحبا.